بالامن الاخوان ديالو كلهم اصدقاء ديالنا عائله الفقير كلها لا هشام لا عبد الرحيم لا عائله قحيلي ما جا واحد الخبر كالصاعقه اللي نزل هنا ما في الاخر ما عندنا ما نقولوا غير الله يرحمه مسكين والله يولي برحمته الله وهذه هي سنه الحياه ودعنا كما ودعنا مجموعه الناس اللي عز على قلبنا وان شاء الله بلاصتو في الجنه والله يرحمه مسكين نفس اخويا هو السيد ضربوا عليه عائلته تماما وشقوا عليه باش قرا وتهذب باش تخرج باش يعاون العائله تاعو يلا 3 شهور باش تخرج فانت تمارة والعائلة والناس مفتخرين به والعائلة تاعهم مفتخرين به مفرحانة به كيجي واحد فهمتي حياته ضائعة مستعمل مخدرات كيصفي عليه كيضيع عائلة كبيرة عائلة كانت معولة على ذاك الولد لا إله إلا الله أخويا الله يرحمه السلام عليكم بهذه المناسبة الأليمة اللي كنشوفوا كاع الإخوان اللي حاضرين معنا في الوفاة ديال أخونا المامون عائلة الفقير إنا لله وإنا إليه راجعون هاد السيد هذا بقى فينا إنسان طيب والشهادة اللي هي شهادة الجميع على هاد السيد هذا بأنه إنسان طيب إنسان اللي كيلبي المسؤولية ديالو وكيلبي الطلب ديال الدولة أنه بيدير غير واحد تدخل بين جوج وكيصدق مشى داتو المانية لهذا الميساج هذا كما سمعنا الإخوان هضروا دروك أنه هذا واحد الميساج لسميتو الآمل ديال إنزكان انه بغينا نحاربوا هذه الافات هذه ديال الكريساج بغينا نحاربوا هذه الافات هذه ديال المشاكل اللي كيوقعوا لان انسكان كما كنعرفوا راه مدينه ما خاصها التاخير ولذا خص يكون واحد التدخل اللي هو سريع لذلك كنطالبوا من صاحب الجلاله وكنطالبوا من الحكومه وكنطالبوا من عرفنا بان الناس عندنا هزي الهم باش يتحارب هذا الشيء ولهذا كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون لان هذا الانسان هذا ما مشاش لوالديه ومشى لخوتو مشى لينا كاملين انسان طيب كيتعامل مزيان وعزيز على الدراري وانسان شاب عاد التحق بالمهام ديالو اللي هو كشرطي كضابط ولكن في هذا الميساج هذا وفي هذا المنبر هذا كنقولوا بان خص يتخذ بعين الاعتبار باش نحاربوا هذه الافات هذه ديال الكريساج وديال المشاكل اللي ان انسكان بغيناها للقدام بغينا انسكان للغد بغينا انسكان للافضل انا لله وانا اليه راجعون اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة